لمزيد من المتابعة ينضم إلي من دمشق عبر خدمة سكايب مراسل غد محمد طوالب. إذا محمد، طبيعة الإجراءات التي يمكن أن تتخذها دمشق في ظل هذا التأييد من قبل وزير خارجية إيران وكذلك الروسية؟ نعم، هذا التأييد الذي كان واضحا في زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى العاصمة السورية دمشق، يعني هو أمر كان معلوم سابقا، يعني ولدى الحكومة السورية كل الإشارات أن إيران يعني تدعمها في كافة القرارات، وإن كانت هي المعركة ضد المسلحين المتواجدين في إدلب، ولكن تأتي هذه الزيارة يعني إلى دمشق في وقت يعني سبق انعقاد القمة التي تجمع الدول الضامنة في تركيا، إن كان إيران وروسيا وتركيا، لبحث موضوع إدلب الذي يعني أكدت الخارجية السورية أنه سيكون الموضوع الأول يعني على ورقة العمل التي سيتم مناقشتها في تلك القمة، يعني فكانت هذه الزيارة يعني لمناقشة ما سيتم الحديث به عن إدلب وعن المعركة وعن الأمور السياسية التي سيتم البحث عنها هناك، بالإضافة إلى يعني الاتفاقات الإيرانية الروسية، وكما نعلم كان هناك توقيع اتفاقية يعني مشتركة منذ أيام داخل العاصمة نعم السورية محمد، دمشق من قبل مسؤولين إيرانيين. شكرا جزيلا لك محمد طوال بمراسل الغد، كنت معي عبر خدمة سكايب من دمشق.